السلام عليكم. هذه المحكمة تاع أم بواقي اللي راهي قيد الإنشاء، اللي تظهر يعني حسب التصميم هذا تصميم رائع، يعني يناسب الطراز الإسلامي الجزائري العربي الأندلسي الجزائري، كل هذه يعني التجاذبات، كل هذه التراكمات الحضارية والثقافية أعطت لنا هذه النتيجة رائعة، إن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار في يعني التصاميم المستقبلية، يكون عندنا طراز جزائري، يعني يكون زبدة لكل التجاذبات وكل التأثيرات اللي عرفتها المنطقة تاعنا عبر العصور. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. Thank you.